الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. استبعد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوتشر عودة سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي إلى السعر السابق، وأكد كوتشر أن جميع المباحثات التي أجريت مؤخرا عن رفع قيمة الدينار بعد ارتفاع سعر النفط لم تؤدي إلى أي نتائج. وكانت اللجنة المالية قد استضافت الثلاثاء الماضي محافظ البنك المركزي لبحث تداعيات ارتفاع أسعار الدولار. كشف مصدر محلي في ديالى عن تدفق بيض المائدة الإيراني إلى الأسواق المحلية عبر طرق التهريب، وقال المصدر إن بيض المائدة الإيراني يدخل إلى الأسواق العراقية في ديالى عبر طرق التهريب من الجهة الشرقية المحاذية لإيران بعد تعبئته في صناديق تحمل علامات مزارع وحقول تربية دواجن عراقية. وأضاف أن جهات مستفيدة تسهل عملية دخول البيض المستورد الذي يباع بأسعار زهيدة، مستغلة ارتفاع أسعار البيض في ديالى بسبب قرار حظر استيراد منتجات الدواجن من قبل وزارة الزراعة. رجح عضو لجنة النفط والطاقة النيابية غالب محمد انخفاض أسعار النفط العالمية إلى النصف إذا رفعت أمريكا عقوباتها عن إيران وفنزويلا. وقال النائب غالب محمد إن أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية وصل إلى 75 دولارا، ومن المتوقع بلوغه 80 دولارا خلال الأشهر المقبلة إذا استمر الطلب عليه بعد عودة أغلب المصانع العالمية للعمل بعد تخفيف قيود جائحة كورونا. سجلت أسعار النفط تراجعاً عن المستويات المرتفعة التي شوهدت لآخر مرة في شهر تشرين الثاني من عام 2018، وانخفض خام برنت بنسبة 0.17% إلى 75 دولاراً فاصل 25 سنتاً للبرميل الواحد، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 دولاراً فاصل 3 سنت مرتفعاً بنسبة 0.4%. ويترقب المستثمرون نتائج أوبك بلاس هذا الأسبوع في الوقت الذي تتجادل فيه الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي، ما يؤخر زيادة في صادرات النفط الإيرانية. ويتوقع بعض المختصين أن تزيد أوبك بلاس الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يومياً في شهر آب المقبل، وهو من شأنه أن يدعم ارتفاع الأسعار. ارتفعت أسعار الذهب مع إشارات متضاربة من مجلس الاحتياطي الأمريكي بشأن تجديد السياسة النقدية وبيانات التضخم الضعيفة، وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.45% إلى 1785 دولاراً للأوقية الواحدة بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 21 من شهر حزيران عند 1770 دولاراً للأوقية. واستقرت الفضة عند 26 دولاراً للأوقية، وزاد البلاديوم بنسبة 0.1%، فيما تراجع البلاتين بنسبة 0.7%. طالبت هيئة التنظيم المالي البريطانية منصة للعملات الرقمية بإيقاف جميع أنشطتها في المملكة المتحدة. وحذرت الهيئة البريطانية من استخدام المنصة التي تخضع لتدقيق متزايد على مستوى العالم، ولم تشرح الجهة التنظيمية سبب اتخاذها للإجراءات ضد منصة باينس التي قالت سابقاً إنها تلتزم بالقوانين وتتعاون مع المنظمين وسلطات إنفاذ القانون. وتعمل الهيئة على تكثيف رقابتها على عمليات تداول العملات الرقمية والتي زادت شعبيتها في المملكة المتحدة إلى جانب عدة دول أخرى. ختام الموجز بأمان الله.